مساكم الله بالخير السرور. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن الجهاز الجميل هذا اللي هو فلير 58. طيب قبل نتكلم عنه بس خلونا نشوف وش الأشياء اللي تجي معه. طبعا أكيد الشاحن هذا شيء جديد في الإصدار، في إصدار فلير 58 في نسخة طبعا تجي بدون تسخين أو بدون شاحن. النسخة اللي معنا اللي أرسلوها لنا شركة فلير هي نسخة الفل تقريبا اللي هي تجيب شاحن. عندنا طبعا الجيج عشان نقرأ الضغط، برشر جيج اللي يركب على البرو هيد هذا، وبما انه فيه شاحن فنشبك الشاحن هنا عشان يتحكم لنا بدرجة الحرارة، التسخين المسبق. وعندنا هذا الكنترولر عشان نتحكم درجة الحرارة بثلاث مستويات زي ما انتم شايفين، لو وميديوم وهاي. واخيرا الشيء المميز انه صار يجيب بورت فلتر مقاس 58 اللي هو مقاس الستاندر زي المكاين. هذا فلير زي ما انتم شايفين، ما في تغيير كبير عن النسخ القديمه، طبعا مصنوع على القاعده من معدن فقويه تتحمل الضغط. عندنا هنا الجسم اللي يشيل الشامبر او البروهيد، وعندنا الشيء الجديد اللي هو المقبض هذا. الهاندل هذا ميزته انه محاكي لقبضة اليد، فوانت تكبس يكون مريح بالنسبة لك. النسخ القديمة كانت بالشكل هذا، بالشكل هذا تحس انه يعني ما هو بعملي نفس لما يكون المقبض محاكي ليد الانسان. طيب لاحظ بعد اعطوك لمسة خشب هنا تخشيب، وان كان يعني ما هو بجودة عالية ولكنه لمسة جمالية ممتازة لشركة فلير. طيب الآن بنشبك الجهاز ونشوف كيف يتجمع مع بعض ونحاول نسوي عليه بعض الاستخلاصات. طيب نبدأ نسوي اسمبلي للجهاز او نركب الجهاز. اول قطعة نركبها اللي هو البرو هيد او الشامبر، تركيبه سهل جدا بالطريقة هذه، في زي السنتين تركبها في المكان المخصص لها هنا وهنا وبعدين تلفه لين ما يوقف. طيب عندك الآن المسمار هذا اللي تشوفونه، وعندك مفتاح الالين كي اللي يجي مع فلير. طبعا الخيار بالنسبة لك تشدها أو لا، ولكن الأفضل طبعا أنك تشدها عشان يثبت فيها البورت فلتر، بعدين تشدها بالطريقة هذه وخلاص. طيب نجي الآن القطعة الثانية اللي نركبها هي قطعة الكنترولر هذا، نركبها بالطريقة هذه زي ما انتم شايفين، ونشد نقفل عليها كذا وخلاص. آخر شيء نشبك هذه في الشاحن. نقطة مهمة في عملية شبك الجهاز في الكهرباء، الشركة تقول لك لا تفصل الجهاز من هنا نهائيا، السلك اللي هنا اللي هو القطعة هذه اللي راكبة في البروهيد أو في الشامبر لا تفصلها نهائيا، خلها زي ما هي. تشبك هنا بعدين تشبك، يعني الشبك يكون بالطريقة هذه إلين الكهرباء. هذه من النقاط اللي يعني الشركة مركزة عليها بإيميلات كثيرة جدا، أنه يعني انتبهوا عشان ما يخرب عليك البروهيد والتسخين اللي فيه. دائما يقول لك إذا بتفصله من هنا افصله من هنا أول، ويكون طبعا الجهاز أوف. طيب الآن بنستعرض وش اللي موجود في الكنترولر هذا. طيب الآن بنجي لوحدة من أهم المميزات الموجودة في فلير 58 النسخة الكهربائية، اللي هو الكنترولر هذا اللي من خلاله أتحكم في عملية تسخين المعدن نفسه اللي هنا الشامبر، بحيث لما أحط الموية ما تبرد. لأن النسخ القديمة كانت مشكلة فلير أنه أنا مثلا حطيت موية، جبت من الغلاية موية حرارتها 90، مجرد اني احطها في الشامبر هنا بسبب انها ستانلس ستيل وبارد المويه توصل مثلا 80. طيب هذا لو اخذته وغمسته في مويه حاره، تذكرون قد تكلمنا عن الهيت ترانسفير او الانتقال الحراري، فمهما كانت هذه ابرد راح تاخذ من بروده المويه، بالتالي يصير في عندي دروب في الحراره. فلير حاولت تجيب حل او ابتكار انها تعطيك الكنترولر هذا اللي من خلاله تقدر تتحكم بدرجه الحراره ثلاث مستويات، لو ميديوم وهاي. لو ضغطت ضغطة كذا اللو تقريبا يعطيك حرارة 85 هنا، لو ضغطت ضغطة ثانية
فزي ما قلت لكم في ثلاث مستويات للتحكم بالحرارة من خلال الأنوار هذه، اللي هي اللو والهاي والميديوم. اللو تقريبا 85 درجة، الميديوم تقريبا 90، الهاي تقريبا 95. فنصيحتي ممكن تقريبا أنسب حرارة ممكن تكون تقريبا ميديوم، اللي هي لمبتين. طالما في وميض عفوا، فمعناته انه الشامبر هذا جالس يسخن. طبعا الان حار، تقريبا حاره تتوقع الان واصله 70. طيب قبل تستخلص تقريبا بعشر دقائق افضل انك تشبك البورتا فلتر وتخليه ياخذ حراره مع القروب هذا. طيب زي ما انتم شايفين طبعا بسرعه ما شاء الله سخن، لانه عمليه تسخين معدن ما في مويه. بعد شوي بنضيف مويه ونستخلص، بس لاحظوا الآن أن الوميض توقف، معناته أنه وصل للحرارة المطلوبة اللي هي تقريبا 90. الآن آخر شيء في الأسمبلي أو في عملية التركيب، اللي هو كيف نركب الجيج. هذا جدا سهل، تشوفهم في سنتين هنا وفي فتحتين هنا. خلنا نقرب ننزلها بالشكل هذا وبعدين نلفها كذا خلاص. بعدين ناخذ السنة هذه ونركبها على البرشر جيج عفوا، وكذا خلاص جاهز للكبس، ممكن تكبس بكل سهولة. الآن البورت فلتر حار، جاهز ان نطحن ونستخلص ونشوف. طيب الآن طحننا بن زي ما انتم شايفين، جاهز ركب البورتا فلتر ونجيب مويه حاره. ما ينفع تكون مويه بارده، لازم تكون مويه حاره تقريبا 90 او 92. ونجيب الميزان، كوب الاسبريسو، جيب الكوب. والان جاهزين لعمليه التقطير. طبعا الشيء اللي بنفك هذا الجيج زي ما قلنا، ونبدا نصب المويه الين يمتلي الشامبر 100% عشان نتاكد انه ما يكون فيه هواء. لاحظ معي اول ما تبدا الصب، ترى من الان بدا عندك يكون في ترطيب في كيكه الاسبريسو. كذا امتلى الشامبر، نركب البروجيج هذا بالطريقه هذه. هذا الكوب اللي طلع معنا. كريمي ما شاء الله. طبعا استخلصت هنا تقريبا 31 جرام. اللي بقى في الشامبر لازم تطلعه. فوش تسوي؟ تاخذ كوب ثاني وتسوي له كبس كذا لين يفضى عندك الشامبر. شوف اكبس لين يفضى الشامبر 100%. هذه من الاشياء اللي تغث في فلير، لان الشامبر هنا تقريبا يشيل 90 ملي مويه او 60 ملي او شيء من هالقبيل. انت اللي بتستخلصه في كوب الاسبريسو يعني نقول 30 ملي، الكيكه بتمسك تقريبا 20 جرام مويه، الباقي راح يبقى في الشامبر فلازم تفرغه. طيب بيجي واحد ذكي يقول ليش ما نحط شوي في الشامبر؟ ما ينفع تخلي فيه هواء، لازم تعبيه كامل مويه. هذه من الاشياء السلبيه. الطعم جيد ابد، كانك يعني مستخلص من ماكينه اسبريسو، للامانه ما في فرق. الاسبريسو عبارة عن ثلاث متغيرات: طحنة ممتازة اللي هو ما يسمى المعايرة أو الكالبريشن، الأمر الثاني حرارة مقبولة حسب نوع البن، نقدر نقول تقريبا من 88 إلى 95، في ناس تقول لك إلى 92 لكن إلى 95 مقبول. الأمر الثالث اللي هو ضغط ما له معيار معين، الستاندر المعروف 9 بار، هذه بالراحة توصل 9 بار، توصل أكثر. هنا عندك بضغطك تقدر تتحكم، تقدر تسوي برشر بروفايل، تقدر ترطب على 3 بار، بعدين تضغط أقوى فيعطيك ضغط أقوى وهكذا. فعندك كل العوامل الموجودة في ماكينة اسبريسو، أضف عليها الميزة الجديدة هذه اللي هي الثبات الحراري في الشامبر. الآن هذا مرة حار. طيب بنسوي شت ثاني. طحنا، والله العملية متعبة بشكل
نجي نفك الشامبر هذا بالشكل هذا بسرعة، ومويتك طبعا بنحط كوب الاسبريسو. حاولوا انكم تشوفون الاستخلاص هنا زي ما قلنا قبل شوي، نفس العملية اعبي الشامبر موية فل، عادي انك تعبي زيادة المهم لا يكون اقل. طيب الان نقفل الشامبر بالطريقة هذه ونجيب كذا، صفر الميزان، نبدأ نكبر. لاحظ الجيج، الجيج كيف يرتفع الضغط. أنا الآن في مرحلة ترطيب فأستمر كذا شوي، بعدين والله يا جماعة استخلاص بطل 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 ما شاء الله، ما في تشانلينج. طبعا تقدر تضغط كذا، شوف الجيج شوف، بخفف الضغط. الآن استخلصت تقريبا 30 ملي. أشيل الكوب وأجيب الكوب الثاني أكمل فيه الضغط اللي هو البقايا اللي في الشامبر. شوف الاستخلاص، استخلاص زين كأنه استخلاص ماكينة. هذا كل شيء تقريبا عن فلير 58، جربنا منها كواب اسبريسو وشفنا كيف يشتغل وشفنا بعض المميزات اللي فيه. طيب خلونا نجي للزبدة، وش المميزات وش العيوب. نبدأ أولا بالمميزات. المميزات للأمانة يعطيك كوب نظيف، كوب اسبريسو ممتاز قريب جدا للمكينة. طبعا إذا بدأت تفهم الضغط وبدأت تعرف تتعامل مع الضغط وتتقن هالأمر وعندك طاحونة ممتازة بيعطيك كوب نظيف، وبرأيي انه بيعطيك كوب افضل من مكان التبادل الحراري بشكل عام اذا اتقنت، اذا عندك طاحونة في شروط كثيرة، ولكن يظل انه عنده الامكانية انه يعطيك كوب نظيف. هذه احد المميزات القوية في فلير 58. طيب نجي للسلبيات واللي هي بصراحة كثيرة. برضو من المميزات الحلوة انهم اضافوا الهاندل هذا مع التخشيب اللي فيه، بورتا فلتر مخشب مقاس 58. هذه احد المميزات اللي نقول لفلير فعلا هذا تطوير على الجهاز. المميزات اللي جدا ممتازة عملية تسخين الشامبر هذه اللي شفناها قبل شوي عن طريق السلك، لكن هذه كانت ميزة وبتدخل في العيوب بعد شوي بطريقة ثانية. طيب نجي لسلبيات فلير او بعض الملاحظات او العيوب اللي لاحظت عليه. أول شيء أحس أن الجهاز مع الوصلات الكثيرة هذه، كهرباء ووصلات، أحس أنها انتهت فكرة الجهاز المحمول أو الجهاز البورتبل. برضو من السلبيات أنه يجي بدون شنطة. أنا ما أعرف هل النسخة اللي أرسلوا لي هي اللي بتباع بالطريقة هذه بدون شنطة، أو أنه فعلا صار يجي بدون شنطة. على خبري النسخ القديمة كان يجي معه شنطة. برضو من السلبيات ان الجهاز
مش فريندلي، يعني مو سهل الاستخدام، مو انه صعب لكن اقصد غثيث، يعني في امور كثيره، في حوسه كثيره بتسويها هنا عشان تسوي لك كوب اسبريسو، فما بالك في المعايره. يعني بتلقى الدنيا متوسخه عندك هنا من القهوه. هذه بعض الامور اللي تغث في فلير. طيب اخيرا، من يناسب فلير؟ جهاز فلير، من الشخص اللي فعلا بيناسبه الجهاز؟ طبعا في تصور الشخصي انه بيناسب الشخص اللي يسافر كثير، الشخص اللي يحب الاسبريسو بدون حليب ما يهم يكون في ستيم، فلير 58 مناسب له. شخص يسافر كثير ويبي شيء ممكن ينشال معه بسهولة، عنده القابلية انه ينشال معه، يظل انه اخف من اي ماكينة في السوق واسهل انك تشيله من اي ماكينة في السوق، وبيعطيك كوب ممتاز، فلير مناسب له. طبعا ممكن مثلا تاخذه مع ونز بريسو، ابد، طاحونه يدويه ممتازه، وهذا راح يعطيك كوب ممتاز باقل وزن وباقل التكاليف. هذه تقريبا الفئه اللي يستهدفها فلير 58. يظل جهاز ممتاز، يظل التطوير اللي سوته الشركه ممتاز، وفعلا في تطوير